بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الثالث على ما أظن على التوالي، غادي نشوفوا في هذا الفيديو كيفاش أننا نحملوا الفيديو اللي صورناه إلى القناة ديالنا اللي صوبناها من قبل، واللي شفتوا طريقة كيفاش أننا نشأنا القناة في الفيديو اللي من قبل هذا. دابا منين غتحلوا القناه ديالكم غادي يطلع لكم هاد الصوره هذه او لهاد الصفحه. غادي نجيو لهنا لهاد الزائد هذا اللي كتشوفوه هنا، غادي نضغطوا عليه. غادي يعطينا هنا جوج اختيارات، غادي يقولوا لنا واش تحميل فيديو ولا بث محتوى مباشر. يعني احنا عندنا الغرض بتحميل فيديو، وواحد المساله واحده اخرى، يعني القناه ديالك اذا كانت مازال ما حصلتش على 1000 مشترك راه ما يمكنلكش دير بث مباشر. المهم، الهدف ديالنا من هذا الفيديو هو طريقه تحميل الفيديوهات على اليوتيوب. غادي نديرو تحميل الفيديو، تغطية ضعيفة على ما أظن. قناة جديدة، أهلا بك في استوديو الجديد وداعا لاستوديو منشئ المحتوى الكلاسيكي. ملي غنديروا داك تحميل فيديو غتخرج لكم هاد الصفحه هادي، غيخرج لكم بحال هاد اللي شفتو. المهم كديروا متابعه ولا كتكليكيو على متابعه. هنا عندك جوج اختيارات، يا اما تضغط على هاد السهم هذا او لا تدير اختيار ملف. المهم فيما بغيتي تضغط، حنا غادي نضغطوا على هاد السهم هذا وغادي نختاروا الفيديو فين عندنا محطوط، واش في البيرو ولا في شي ملف من هاد. المهم غتمشي تختار الفيديو فين حطيتيه انت. بالنسبة لي انا حطيته هنا وهنا. فيديو تلف ليا مع هادشي. هذا هو الفيديو، هذا هو الملف اللي فيه فيديو. كنضغطو عليه، عندك جوج اختيارات، اما تضغط عليه ضغطة واحدة ودير اوفغيغ او لا كتضغط عليه جوج ضغطات بحال هكا. هو داك السهم تحرك هنا، غادي يخرج لك في الصفحة الرئيسية ديال اليوتيوب اللي تقدر اللي كتعطيك التفاصيل باش تحمل الفيديو. هنا كنديرو العنوان، هاد البلاصة هادي كنديرو فيها العنوان ديال الفيديو. بالنسبة لي انا هذا اول فيديو اللي في القناة، نقدر غادي نكتبو فيه. المهم دابا نخليو نكتبو فيه غير مصطفى بحال هكا، نكتبو فيه مصطفى حافية بحال هكا. انت غتكتب العنوان الفيديو ديالك. واش عندك فيديو ديال الطبخ درتي شي كيكة يعني غتشرح راكي يعني كيفاش طيب كيكة ولا هذا ولا فلوق ولا. المهم هذاك الفيديو ديالك غدير له عنوان. هاد الوصف غتكتب واحد الفكرة عامة على داك الفيديو اللي صوبتي انت، وتقدر دير هنايا الرابط ديال الفيسبوك ديالك ولا الرابط ديال انستغرام. دير فيه واحد الفكرة عامة، واحد ثلاثة سطورة ولا ربعة على داك الفيديو اللي صوبتي انت. هذاك الوصف المهم تقدر توصف فيه داك الفيديو ديالك. هنا تقدر دير الصورة المصغرة حتى تسال الفيديو. غادي يعطيوني هنا ثلاثة الاختيارات، ثلاثة ديال الصور من الفيديو تختار اللي بغيتي، أولا تحمل الصورة الفيديو ديالك كتكليكي هنا وكتختار الصورة فين حطيتيها في الملف ديالك. هاد قوائم تشغيل لا تتوفر أي قوائم تشغيل، هاد الشيء هذا غادي نشوفوه من بعد إن شاء الله. هاد قوائم تشغيل كيفاش دير قوائم تشغيل وقائمة تشغيل إلى آخره. هنا لابد أنك تختار واحد، مع زادو هادي مؤخرا، هادي لابد أن الفيديو ديالك مثلا إذا كانوا كيظهروا فيه الأطفال الصغار راه. المهم انا ننصحكم ديروا لا، حيت اذا درتوا هذه الخانه هذه راه ما غادي تعرضش لي لايك والتعاليق، غادي يمنعوا لكم بزاف وغادي يسببوا لكم في مشاكل. لهذا ما ديروش هذا نعم الفيديو مخصص للاطفال. المهم غديروا هذا لا، الفيديو ليس مخصص للاطفال. الى هنا يعني كتكون ساليتي هذه البارتيه هذه، كتكليكي على هذا التالي كتمشي للعناصر الاخرى. هذه إضافة شاشة نهاية الفيديو أو لا هاد إضافة بطاقة، هاد الشيء غادي نشوفوه من بعد. هنا مستوى العرض كيطلب منك أنك
كيفاش بغيتي الفيديو ديالك؟ واش بغيتيه خاص يعني ما يشوفه حتى شي حد غير انت، ولا علني يعني غير يتسالي التيليشارجمون، غير يتسالي في التحميل، دير حفظ غادي يشوفوه الناس كامل، انت كتختار اللي بغيتي. اذا كان الفيديو ديالك مازال فيه شي، مازال ما قديتيلوش صورة مصغرة، ولا مازال ما باغيش الوقت ديالو يتلاح، كديرو خاص وكتخليه عندك، ما كيشوفو حتى شي حد، حتى كيوصل داك الوقيته اللي بغيتي تنشر فيها داك الفيديو، وكديرو علني وكدير له حفظ وكيتنشر الفيديو. الى هنا كتكون ساليتي الطريقه ديالك كامله. غادي نديرو لا ولا كيحق رجع. انا هذا الفيديو هذا ما بغيتيش يشوفو حتى شي حد حيت مازال فيه الخدمه. غادي نديرو حفظ، ولكن انت اذا كنت بغيتي الفيديو ديالك يتنشر غير انه يتالي التحميل، كدير علني. هنا هنا كيحسب ليا صافي جاري التحميل 5% مع الكونيكسيون عندي فحال السلاحفات، راه هو يبقى تما يتشارج. مع العلم ان الفيديو واخا فيه شي دقيقه وحده ولا شي دقيقه ونص. صافي ملي غادي يسالي ليا الفيديو غادي ندير اغلاق اولا حفظ على حسب. وها هو الفيديو ديالك منشور على اليوتيوب بالصحه وراحه سيدي. الى هنا غادي نكونوا سالينا هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يا ربي. اذا كان شي تساؤل ولا شي حاجه خليوها لي في التعليقات نحاول نجاوبكم عليها. اذا كان مازال خصني نشرح شي حاجه غتخليوها لي ايضا حتى هي في التعليق ونزيد نشرحها في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. الى هنا ينتهي هذا الفيديو، اتمنى ان تكونوا في احسن الحال وتستمر حياتكم في سعاده ان شاء الله يا ربي، ودائما ابتسم واجعل حياتك كلها سعاده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.